لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. عنا شباب البوم. حاشا مكتب تأجير سيارات ذا مو موقف استراحة. بعدين أساسا من ذا اللي موقف قدام استراحتنا؟ أصلا عيال السيارات دي غريبة، أول مرة أشوفها بذا. لو سمحتي. خير. هذه تبعكم السيارة؟ إيه ذي تبعنا وذي بعد تبعنا، ليش عندك؟ شايفكم تمونون واقفين قدام استراحتنا. عفوا بس المواقف باسمك؟ لا مو باسمي، بس ما تشوفين؟ الاستراحة ذي رقم 5. وذي استراحة رقم 4 استراحتنا. ما شاء الله جيران يعني. أهدأ منزل مبارك. أهدأ خلاص. أهدأ أقول الحين وش علاقة استراحتكم هنا توقفون هنا؟ وش دخلك وين نوقف؟ بعدين هذه المواقف للاستراحات كلها. يا أختي الكريمة هو قصده أن السيارات تقف بذا. ترى بدي ولا متقدمة مواقف السيارات شيء مقدس عندهم، مثله مثل الميزان الخاص بك، مو كل من هب ودبجة لبت. يا ابن الحلال اي دول متقدمة انت قافلة معك لان سحبت عليك. يا واد لو انا في مكانك ما اسيب الموضوع يعدي كذا، رجال كبير وشنبك فوقك. اي شنب؟ شنبك انه شنب نامق اللي بعدنا نولينا. والله لو احطها براسي ما تعين لخير. حطها براسك خلنا نشوف شو بتسوي. ورا ما تشرب زين لا الطمك بقفة يدها نثر سولك بذاك. بس يا ولد بلا بهللة، فينك على المزمزيل؟ زي الدجاجة قاعد. لا عيال وين ياسر؟ ما ادري. يا بنات سنابات رماس صايرة مرة تجنن، خصوصاً فقرة الطبخ، يا عليها ورق عنب مو طبيعي. اي والله يا بنات تحسون كذا طعمه طالع من الشاشة، تحسون كذا في لسعة حموضة على شيء سبايسي، شيء للآخر. الحين ورا ما واحدة منهم تفك الاير دروب وتريحني من هالوقفة. لا والله معلش صراحة ما أحب طبخ هذاك الزوج، أوكي شاطرة في الإخراج والزوم لحركات، لكن إذا على الطبخ ما من نفسها بتخذيها من عندي يا حبيبتي. لا والله حرام عليك، على الأقل عندها محتوى مو مثل غيرها، توتوريال ميك اب، ماسكات، خرابيط. والله من السوالف الخاطرة بعد. صدقوني يا بنات عاد، كل ما طلبت ماسك من موقع جديد خرب لي بشرة زيادة، عجزت ألقى مكان فيه ماسكات مناسبة. على طاري الماسكات، تخيلوا بنات أنا طالبة ماسك طين هندي من شهرين، لا رجعوا لي فلوسي ولا جابوا الطلبية. أبو شو لا تطلبين من الموقع؟ أصلاً في محل شرق الرياض عندهم كل الماسكات اللي تطلبون. وين؟ دلينا عليه. طب خلاص شوفوا يوم كذا وأخذكم. لازم. أنت ما تترك حركات التميلح عنك. إيه جتني مكالمة مهمة وزي ما أنت عارف الخيمة ما فيها شبكة. إيه صادق الخيمة فيها عوازل. أبو تصريفتك البايخة يا شيخ. وش تبي أنت؟ أنت اللي وش تبي؟ أشغلت خلق الله. أترك عنك حركات المراهقين ذي يا ياسر، إلى متى؟ إلى متى؟ شوف شنبك وش كبرة، شوف لحيتك، عيب عليك يا أخي، أنت ولد حمولة طيبة ورجالة نجودي، ترى بحلك موس ها؟ عقل، أكبر يا أخي أكبر، إلى متى أعلمك أنا؟ ترى إذا ما عقلت بسحب جوالك. لا خلاص. أوكي؟ أوكي. العيال مشتهين كبسة، تعال قطع معي الدجاج. يلا. أبوك الداش خمس قدام.
انتم نادين احد بنات؟ لا ما نادينا احد. اكيد ملاك طلب اكل. يا قلبي لا والله ما طلبت شيء. طب دقيقه بقوم بشوف مين. بيشوفك. نعم خير ان شاء الله. مي وين ها؟ خلني من مي الحين، وش ذا الطق كسرت علينا الباب؟ تستهبلين انت؟ ولا شكل مي من بعدكم اتجاه تغطين عليها؟ وش اللي استهبل وش اغطي عليها؟ نعم خير وش تبي؟ اقول اختي مي وين ها؟ اها الحين انت اخو مي؟ سبحان الله الله خلق وفرق. دقيقة دقيقة الحين بناديها لك. يعني قالت الاستراحات ولقيت تستدرون لهنا؟ ما تستدرون جنبكم شباب؟ وانا وش دخلني فيهم يا نواف؟ انا والبنات هنا في استراحتنا وحالنا حال انفسنا. لا يا شيخه واخري بس خليني اشوف شكلك ده. سلامات سلامات صديقاتي. نعم مشواش عبد الاب. ليش فيك خفتي؟ في شيء؟ اعترفي. تراك مريض وغثيث ومفشلني. والله توني ادري اللي يخاف على اخته يكون حريص عليها يسمونه مريض. العموم تأكد لو في شيء مستخبي عني مصيره مع الوقت بيظهر ويبان. اوكي وعلى العموم ترى كل شيء سويته بقول لماما. اصلا امي تدري وبالعكس فخوره فيني اني اخاف عليك واكون حريص عليك. انقلع. ايه سلامات يا عيال. الطبخه اذا كثروا طباخين خربت. يعني ليه حكم المفروض؟ لا تبهل الحين يا ابن الحلال. انت قايل حط الملح والبهارات سوا. ايه بس مو بالحين. اركض يا عيال ايش فيكم؟ خلاص استريحوا انا وصالح بنضبط الكبسه. يا اخي اثبتي لا تتحركين. ما تحركت انت اللي يدك تهتزي. بنات بلا استهبال هذه ثالث مره عيد سنابه. بنات تشمون ريحه الطبخ؟ هي اكيد السملق اللي جنبنا. ام العيال هي من غيرهم ما حد يحط بصل هالكثر الا العيال. عيوني قامت تدمع والله اني يعني اشتهيت كبسه بعد. خلي الشغاله تطبخ لنا. اقول عنك انت تاني الشغاله بعد تقطع بصل كم الراسس وبعدين غاز ما فيها الله يسلمك شلون تطبخ. اسلم ما شاء الله. ها سموا يا عيال يلا. هو شطه مهبول انت مخلي الصحن وتاكل من قدر حكاكه. ايش عرفك يا ابوي الحكاكه دي احسن من الكبسه. انتم نادين احد؟ لا قال ما افتح الباب يا كفته. وليش انت ما تفتح الباب؟ انا جوعان. احول سامي ايش بغيتي؟ ابد والله الغاز قضى صراحه ودبه الغاز ثقيله. طيب وش اللي طيب؟ العامل يقول ما يقدر يشيلها من جوا وحنا بنات ما نقدر. انت مستراح اربعه؟ ايه دامكم صديقات هذه ما والله اعاونكم. اقول يا حيف على الرجال بس. يا شيخ روحي بلا حيف بلشتها. مالت عليك بعد مالت. سلامات وش في؟ لو سمحت اخوي ممكن تساعدنا؟ اساعدكم؟ ايه اوف 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 اتحداك الاستراحه البطله. عندكم مظلات يجيكم مطر هنا. شرفك انت هذه زينه وحركات. انا ما اشوف الا برمضان بس. عاد صدقين استراحتكم اقوى من بيتنا. لا حول قل ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ايه وين مدرعم؟ نانسي معكم؟ ايه قلتني كده. وش رايك؟ ما شاء الله حلوة. اقصد كم قطتكم؟ 5000. هجري ولا ميلادي؟ ضحكتنا. ذي معكم؟ ايه طال عمرك معنا. وليش جايبينها شبهة؟ والله مش شبهة اللي انتو طاقيتك ذي. كيفكم؟ انا جايكم ناصح. 5000 5000 5000 5 5 يعني 5 بخمسة 25.
ترى انا شاطر بالحساب اعجبكم يعني كثير واجد 25000 من ذي اللي زرفتكم 5000 هذه بس تاسيس قطتها تبدا من 3 3 يناير لا فبراير اتحداك يا شيخه اخلص علينا هذه معكم اي معنا حرام عليكم جايبينها من الدخل كان اخذت لها استراحه في الشفا في الحزم في بنات كثير هناك يحتاجونها غثيث نفس طينة نواف نواف من نواف ذا اقول اقعد بس مسوي محرمنا انت نواف اخو مي اخو سنتي اي اخوي طيب مدام عند سخو ورا ما خليتيه هو يشيل دبه الغاز تشغلين خلق الله وتنادينا اسمع تراك كثرت علينا الحين بتساعدنا ولا توكل لا 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 بساعدكم وين المطبخ هذا المطبخ طب عادي تجين توريني اياه انا بوريك اياه يلا همشي ابو حمود هلا والله بالعيال ادخل ها روح للدخل امشي بالحلال يلا همشي 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 والله انه خفيف دم خفيف دم يا ولد اسقلي اسقلي انا ما بزيل هذا دبا الوان انا اسيل سمسم هذا دبا برتقالي انت معلوم ولا ما في معلوم هلا معلوم وهو صادق وراكم مشخبطين عليها كان خليتوها مثل خواتها برتقاليه بموت بنات الحين صار لي شهر ارسمها وذا يقول شخبطه لو سمحت هذا فن تجريدي عشان لا ينكسر له مطبخنا انا اللي بينكسر ظهري وش دخلني انا فن تنجيدي ولا مو بتنجيدي تجريدي الزبده ظهري بينكسر خلاص خلاص بنات ما له داعي كبسه بنطلب من مطعم كل هذا علشان كبسه كان قلتولي من الاول ولا حركه ولا واحد ياكل منكم ولا لقمه ابغى اغرف البنات الاستراحه ملزومين بهم حنا وتاخذ الاكل من قدامنا وعي باه بس وعي باه عليك ما تستحي على وجهك هذول البنات اعتبرهم مثل خواتك بعدين اخاف ينحتونا يا عيال عامر عامر بقي لنا شويه ابقي لك شوي ابشر ابشر يا اخي انتم ما تعرفون بالمرجله بنات ذولي بنات جالسين لحالهم هذه الكبسه لسه انت اخوياتس لا تاكلين الحالس وش دعوه يعطيك الف عافيه يا رب مشكور ما قصر ذا العامر نعم عامر سيعطيكم الشطه والجرجير دائما ينسى الله يصلحه يا الله يقفك شكلهم ما يحبون الجرجير واو عاد مره متحمسه الاكل العيال هات الصحن كرولا والله ما اكل لو اموت جوع انتوا ما شفتوا يده كيف كلها شعر وزفر وع وي على اساس عمال المطاعم مسويين بديكير ومنكير والله حاطين مناكير ولا في دينهم شعر ماكله ماكله راي عقب شر عاد تصدقون ولا طبخهم ازين من طبخنا بس يا عيال استراحتهم ضبطه ومزبرقه واحسن من استراحتنا ايه يا حبيبي البنات دائما كذا يهتمون في ادق التفاصيل والجماليات هيا خذها كيف تبغى جماليات في استراحتنا وشفاط النمل كيف كيف وشو؟ مزز ايه استحل وجهك ترى هذول مثل خواتنا غريبة ما قالوا لي افتح الباب زي كل مرة أكيد شخصيتي صارت قوية هلا والله بصلوح يا هلا والله مغلا يا عيال راشد ودخالتي وهذول يا أخوياي حسين ومضحي هلا والله حسين هلا فيك والله أجل وين مضحي؟ مستحي ما دخل يا مضحي يا مضحي ما تشوف أنت ما تشوف ناظر تحت يا أخوي مرة ثانية طيب أبشر أنت مضحي أنا مضحي شكلك نصراوي نصراوي ودم ضروسي بعد الثريان اقلط حياكم الله يا هلا يا هلا أمسك يدي لا تدعسك سيارة أوكي وش سالفتكم أنتم؟ حنا كنا كاشتيرين للبر رايحين لأخويانا وولعت لمبة الماكينة وقلنا نمركم في الاستراحة وين أخوياكم؟ أخويانا رجعوا خلهم يجون تبون شيء منهم؟ إيه خلهم يجيبون كافي دق عليهم دق عليهم كم عددكم؟ حنا 10 ونص اسمع خلهم يجيبون من كيان بنات شاي ولا قهوة؟ شاي هلا والله هلا هلا حي الله من جانا تفضلي تفضلي يا أهلين أسورت ونورت والله بنات رحبوا بضيفتنا بنت عمي هند هلا بنات كيفكم؟ الحمد لله كويسين رولا بالله أبيك بكلمة
اقعد اقعد، ايش فيس واقفه؟ شاي ولا قهوة؟ ما تبي شيء؟ مو قلنا ما نبي ضيوف غير اللي قاطين بالاستراحة؟ يا اختي وش اسوي؟ هي شافت ستوري سناب عندي وانسبت بحلقي الا ارسل لها لوكيشن. قولي اسفة ما اقدر. صح يا انتي، وشون اقول لبنت عمي اسفة ما اقدر؟ رولا اذا مو قد كلمتك لا تقطين معنا من البداية، وتراك انتي اللي من اول تقولين ما نبي ضيوف ما نبي ضيوف. اقول بس لا تكثرين هرج، شرابت القهوة الحين وبتطلع. اوكي بس حتى انا بكره بعزم بنت عمي منيره، توها تخرجت وبسوي لها حفله واشوف واحده منكم تعترض. كذا نظامك يعني. ابتعد عني محبات وش تبيني، ابتعد عني محبات وش تبيني، قدرك الغالي رميته في الثرى. الفوطة دي من هنا، معليش استخدمتها. هذه لي أنا بس عادي، إذا خلصت منها ذبها في الزبالة. بنات ليش جايبين كيكتين؟ أنا أقول لكم الصغيرة بصفقها في وجهها عشان أبي أرد لها حركة سوتها فيني قبل 5 سنين، والكبيرة عادي تصير هي الأساسية اللي نقطعها ونأكلها. أم الحماس يا شيخة، بس اسمعي أنا عندي اقتراح أحسن. ننقل الحفلة دي كلها جوا، نطفي اللمبات، وإذا دخلت نولع اللمبات، تصفقين أم وجهها بالكيكة. طبعاً الأخت تصور الموقف كله. أوه الله الله، بنات روسي صار لك شيء؟ روسي مو قادرة. شلون جت الكرة هنا؟ وجاع. قديم هذا الحركات يا متخلف. شوف هالمرة أنا بتصرف معك، لكن المرة الجاية والله لجرجرك عند الشرطة يتصرفون معك. يا المليح قطع عند الأشكال. أوه معليش نسيتها. ألو مي، أنا وصلت الموقع. اوكي خلاص وقفي سيارتك وتلقين الباب مردود. وصلت يا بنات. والله انك كفو يا شيخ، ام ناقشني اللي بصير. والله مره حماس. وش ذي الاستراحه؟ ازعجتنا. تعال استراحتنا، تعال استراحتنا. خايس مي، يلا يا عيال. هذول يستهبلون. ماها you
الناس ما حد لامس، بس وش السالفة؟ أنا كنت عارفة إنه هذا اليوم راح يجي، هي تغار مني وتكرهني وتحس إني أنا أحسن منها، وأنا دائما حذرة منها، بس اليوم اللي أطيح في شباكها. شباك مين يا أمي؟ إيش الأرجة؟ ترى هي أخذت مني صورة الكارتير، سرقتها ودائما طلع عني كلام مو زين، كل هذا عشان معاذ ولد خالتي خطبني ما خطبها. يرحم والدينك، حميش السالفة. أجيب لك موية. إيه عشان تخدروني وتسوون كل اللي قاعد عليه. من هذي؟ بنت عمي ماي. ماي جدتي بنت جد. يلا 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 كل شي جاهز. هلا عادي والله حلو، من وين شارينها؟ من أسواق الرميس. أنا آسف بس جيت أقول لكم إن منيرة عندنا بالاستراحة، بس خلاص أستني مواجهتي. أبو طاقية أبو طاقية أبو طاقية أبو طاقية أبو طاقية عيون أبو طاقية. شكلك ضحك بس تغسل وجهك؟ لا لا ما يحتاج، أبغى أخليها للذكرى. ذكرى ها؟ ذكرى؟ أنا اللي بخليكم للذكرى والله. اتحدى